مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا العدد الجديد من الاحد الرياضي. حصتي ان شاء الله باش تكون مخصصه في جزءها الاكبر الى مباراه المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الجيبوتي، ايضا فرضيه التتويج والنزول في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ومواضيع عديده اخرى نطرقها في حصتنا الليله ان شاء الله. صحبه ضيوفنا سي محمود الورتاني، مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي. مجد تراوي، مرحبا. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بالساده الحضور والساده المشاهدين. أنيس بوجبان، مرحبا. اهلا وسهلا محمد علي. وضيفنا في الاحد الرياضي الليله حاتم المساوي المدرب الوطني المساعد، مرحبا بك حاتم، مشكور على قبول الدعوه. ميرسي، عايشك. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالجماهير الحاضره معنا. البدايه مش تكون مع كره القدم، البدايه باش تكون مع حدث اليم صار البارح، وفاة الاسطوره محمد علي كلاي الله يرحمه اللي كان توفى يوم امس. هذه فقره اهداء من الاحد الرياضي الى روح الفقيد محمد علي كلاي. Rumble in the jungle. He was gonna kill me. Your face is in trouble. Man, I don't get hit. I'm the fastest thing on 2 feet, man. Are you crazy? الجمعة 3 جوان 2016. العالم يستفيق على خبر حزين بوفاة الأسطورة محمد علي كلاي بعد صراع طويل مع المرض. محمد علي كلاي ابتدى مسيرته مع الملاكمة بمحض الصدفة في السنة 12. خاض خلالها النجم الأمريكي 61 مباراة ضمن الاحتراف، فاز خلالها ب 56 مباراة من بين 37 بالضربة القاضية مع تسجيله لخمس هزائم فقط. 4 سنوات بعد الفوز بالميدالية الذهبية لأولمبياد روما 1960، وصورة الملاكمة يكتب التاريخ من جديد باللي طاح بسوني ليستون ليتوج بذلك ببطولة العالم في الوزن الثقيل كأصغر ملاكم 22 عام فقط. 1967 محمد علي كلاي يرفض الخدمة العسكرية ابان الحرب على الفيتنام، قرار كلف كثيرا الأسطورة الأمريكية بتجريده من اللقب العالمي وإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات، لكن سرعان ما عاد إلى الواجهة ليفوز بزوز بطولات عالمية في الوزن الثقيل، وتبقى مواجهته لجورج فوريمان بتاريخ 30 أكتوبر 1974 بكنشاسا أبرز ما يبقى في ذاكرة الجميع. ١٩٨١ محمد علي كلاي يقرر الاعتزال في سن 39، بعد ب3 سنوات النجم الأمريكي يصاب بمرض الباركنسون الشلل الرعش. وصورة الملاكمة العالمية تم اختياره سنة 1999 من قبل مجلة سبورتس إلستريتد الأمريكية كرياضي القرن، ثم يتوج في سنة 2005 بوسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. الله يرحم محمد علي كلاي. كان هذا تقرير من انجاز زميلي صالح الهداوي. نذكركم مشاهدينا الكرام اللي احنا في انتظار كلمه سماحه مفتي الجمهوريه التونسيه لاعلان ان شاء الله عن اول يوم من ايام شهر رمضان المعظم. سي محمود، اسطوره كبيره محمد علي كلاي، خاصه انت من الجيل اللي خلطت على محمد علي كلاي، وكانت هذول لي كومبان تاع محمد علي كلاي وقتها كان جو كبير في العائلات التونسيه، تتلم الناس الكل باش يتفرجوا في كومبان تاع محمد علي كلاي. صحيح، وكنا نقوموا في الصباح الباكر، كنا نقوموا على الفجر باش نجموا نتفرجوا في المقابلات نتاعو. كانت التلفزه الوطنيه تعدينا، خاطر ما كانتش تتعدى برشا المقابلات نتاع محمد علي. تبقى محمد علي قبل ما يكون، ولا نقولوا هو اسطوره في رياضه الملاكمه. لكن قبل كل شيء، الصورة اللي خلاها محمد علي كرياضي تبنى قضايا أخرى، وهذه هي اللي قاعدة تبنى القضية الأولى، هو قضية السود اللي موجودين في أمريكا. وتعرف الوقت هذاك في السبعينات والثمانينات صعيب ياسر باش تتكلم على الوضعية وعلى الراسيزم اللي كان موجود، العنصرية اللي كانت موجودة هي لتوا نحسوا بها موجودة معناتها في المعاملات. تبقى زادة كان
خذا موقف كبير برشا على في على حرب الفيتنام، وكان معناتها تعرف انت معناتها ك ك ك كامريكي والدولة متاعك جندك باش تمشي باش تتنقل الى الحرب، وانت ترفض ترفض باش تتنقل باش تدافع على العلم الامريكي. قال لهم انا كجندي من جنود امريكا، لكن الدين متاعي الاسلامي ما يقول ليش برا امشي، وانا ما عندي حتى مشكلة مع هذا الشعب اللي انا الشعب الفيتنامي اللي يمشي باش نحاربه. دونك عملت كيبروكو كبيرة برشا في امريكا، وصوت متاعه وهو وقع استقباله من اكثر رؤساء العالم. صحيح. اكثر رؤساء العالم وقع جيو صفة الملاكم والرياضي. ولا والمقابلة الكبيرة اللي تقعد في الذاكرة هي مقابلة كينشاسا. فهمتني اللي معناتها صارت فيها معناتها ضجة إعلامية كبيرة برشا. فوريمان مع ضد فوريمان وربحها بالكاو، وخلى نفكر وإحنا فوريمان خلى فوريمان قالوا أنا بش خليك حتى لين تتعب تتعب ومن بعد توهاني جايك في الروند الثامنة معناتها أعطاها الضربة القاضية، وكانت معناتها كوقتها ولا يسمي روحه أنا الريشة وأنا جسوي أكبر ملاكم متى كل العصور. هذا يا محمد علي عشنا معاه في صغرتنا شفناه ريناه، وخلى هيك الصورة متاعه اللي يدافع على القليل ويدافع على الفقير ويدافع على الشعوب المظلومة. حاتم رياضي قادر أنه يتجاوز هيك الصفة متاع رياضي يكون إنسان في قيمة محمد علي كلاي؟ كما قالت محمود معناه محمد علي كلاي مش بوكس برك معناه الصورة معناه هو أكثر حاجة كلامه معناه بروفوكي برشا الادفرسير متاعه ويعرف يحكي معناه، وكما قلت انت معناها سورتو لي ماج نتاعو هو مع لي فرير مونيزيمون كما قالت محمود كان هو قبل بالكوميكس معناها على العنصريه خذا موقف برشا معناها معاه، ويبقى ديما اسطوره واسم كبير برشا في معناها في الرياضه معناها بار البوكس معناها. انيس ظهر لي سي محمود اعطانا لمحه على تاريخه، صحيح انا ما عصرناش وما شفناش لكن قرينا تاريخ محمد علي كلاي ممكن اللف أيوه تفرجنا في الكومبا نتاعو وفي الرقصه الشهيره نتاع محمد علي كلاي. لا تفرجنا اكيد يكون عارين جاي مش كيما تفرجنا احنا يعني تو كيما اللي عاشوها اللي قام الصباح سي محمود تفرج فيه ديريكت فما فرق. انا ولدي تفرج فيهم الكل تو انت تنجم تكون ولدي الكبير عندي بلاير تفرج في الكل، واللي مش لازم باش تعاصر محمد علي كلاي باش تكون تعرفوا محمد علي كلاي اسطوره اسطوره يلزمك باش تكون تعرفوا كيما صحيح. القوه هن انك تتبنى قضايا بعيده عن الرياضه هذه اللي صنع مجد محمد علي كلاي وخلى الناس الكل تحب محمد علي كلاي. وتوا نشوف في برشا ملاعبيه يعني كره قدم قاعدين في نفس التوجه الحاجه كملها مجدي يعني الملفته انه غير اسمه يعني اسمه الحقيقي ما كانش محمد علي بدل بعد ما ايوه كان فما كومباي ذولي ضد ملاكم ما حبش وقتها ينطق اسمه ما حبش يقول له محمد علي كلاي، وقال له راهو باش نازمك باش خليك تنطق اسمي في الكومبا وانتصر عليه وفاز عليه في الكومبا. كان كومبا كامله هو يسال فيها شنو هو اسمي شنو اسمي اللي يقول له كاسوس يقول له محمد علي كلاي. برشا برشا قصص حلوه برشا على محمد علي كلاي مجدي. صحيح اسطوره محمد علي كلاي اسطوره كبيره ربي يرحمه. اهم شيء اللي هو يعني المواقف اللي نذكرها انا هي الموقف اللي لما تعرف في امريكا في هوليود يحطوا الاسامي نتاع لي ستار يحطوهم يعني في القاع يعني كيما موجود مايكل وموجود عديد يعني لي ستار اللي موجودين هو رفض باش يكون اسمه لانه محمد علي كلاي يعني محمد اسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دونك هو الى غوفيزي باش يحط اسمه باش ما يعفسوش عليه العباد حطوها في الحيط يعني حطوها في الحيط يعني شوف المواقف يعني الكبيره نتاعه الله يرحمه اسطوره اسطوره خسروا العالم الكل محمد علي كلاي. بي من البوكس وقبل ما نمشيو ايضا لكره القدم نعرفوا التلفزه الوطنيه تحتفل بالخمسينيه نتاعها، احنا كبرنامج الاحد الرياضي حبينا نكرموا كل الوجوه اللي تداولت على تقديم برنامج الاحد الرياضي منذ انطلاقته حد بناها تحيه على طريقتنا الخاصه للناس اللي اشتغلت قبلنا واللي صنعت مجد الاحد الرياضي. شاهدوا وتفرجوا في التقرير هذايا من انجاز زميلي عماد زهمول قايدون بالاحد الرياضي تجربه كبيره، وثريا زميلي عماد زهمول ايضا من الناس اللي خدمت برشا في الاحد الرياضي هات نتفرجوا تحيه للناس اللي تشوفوهم في الفيديو هذا الكل. سيداتي وسادتي اسعد الله اوقاتكم في هذا الموعد المباشر من الاحد الرياضي لمواكبه منا للتطورات الرياضيه في تونس. وصلنا للمسابقه عدد 4 هي نتائج التنميه الرياضيه. من الاعلامي القدير رؤوف بن علي الى الشاب محمد علي بوزقرو، رحله الاحد الرياضي تتواصل منذ الستينات، عشرات المقدمين، مئات الصحفيين،
آلاف التقنيين ساهموا في جلب الملايين من المشاهدين بالنتائج الحينية المختلفة في التظاهرات الرياضية وفي أوقات قياسية. قصة البرنامج الأكثر شعبية في تونس وامتداد لخارج الحدود. وانا فرتونا سكوادرا تونسينا كابا أفريكا. انطلقت أواخر الستينات كنسخة شبيهة لدومينيكا سبورتيفا الإيطالي. رؤوف بن علي، محمد المدب، مختار الرصاع، ثم رضا العودي وحسين الوادي، توفيق العبيدي، مرورا بصالح القادري، رستم الشريف، رجاء السعداني، منذر الجبنياني، وصولا إلى جيل القرن 21، رازي القنزوعي، ربيع البحوري، اسكندر الحجام، هدى المزوغي، سهام العيادي، أنيس المجري، مهدي كتو، إبراهيم البوغانمي، ومحمد علي بوزقرو. اختلفت الوجوه وتشابه خطهم التحريري في التغطية الشاملة لكافة الأحداث الرياضية مع الالتزام بالحياد مهما كانت أشكال الضغوطات. لحد الرياضي عاش لحظة بلحظة مع مختلف التتويجات المحلية والقارية والدولية واستضاف ألمع النجوم الكروية. إمكانيات مادية وتقنية ضخمة وفرتها المجموعة الوطنية زادت الفريق العامل بلحد الرياضي دفع معنوي مسؤولية كبرى في إيصال المعلومة بكل دقة. وسنبقى أوفياء لهذا المنهج وبدوام التألق للتلفزة التي ستظل مرجعا لمختلف الأحداث. تحية كبيرة برشا للناس اللي سبقتنا في تقديم الأحد الرياضي، ناس تعلمنا عليهم برشا وما زلنا نتعلموا عليهم. حصل لي شرف اني خدمت مع مجموعة كبيرة منهم، واللي ما خدمتش معاهم ايضا تعلمنا عليهم برشا، كنا نشاهدوهم ونتفرجوا فيهم وغرمونا بالرياضة وبالكرة. تحية لهم الناس الكل، الناس اللي كنتوا تشاهدوا فيهم، وايضا تحية للناس اللي ما شاهدتهمش في التقرير هذايا، الناس اللي كانت خدمت في الاعداد، الصحفيين، التقنيين، الناس اللي صنعت مجد الأحد الرياضي. تحيهم، تحية لهم الناس الكل على ذبيرة. على سبيل الذكر نجم نذكر مثلا سي الحبيب العجيمي، تبارك الله تجربه كبيره، 40 سنه في خدمه الاحد الرياضي وعديد الوجوه الاخرى الصحفيه قلت، والناس اللي خدمت في الاعداد، التقنيين، المصورين، الناس الكل اللي صنعوا مجد الاحد الرياضي. تحيات والف شكر لهم، ربي يرحم الاموات وربي يفضل اللي مازالوا عايشين، وان شاء الله ديما نقعدوا نتعلموا عليهم، وان شاء الله ديما نكتسبوا ونتعلموا من الخبره اللي اكتسبوها هما، مشكورين مرة أخرى الناس هذوما الكل. اتصل بنا سيد غازي بن تونس رئيس الملعب التونسي وقال أنه يحب يأكد في برنامج الأحد الرياضي التونسي أنه الملعب التونسي ماهوش باش يجري مباراته ضد اتحاد بن قردان، ويأكد أنه الملعب التونسي رافض كل الرفض خوض هذه المباراة رغم المحاولات عن أثناء الملعب التونسي. عن هذا القرار هكا وصلنا رأي ومساج سي غازي بن تونس لمن يهمه الأمر، جماهير الملعب التونسي وأيضا جماهير الفرق الأخرى اللي تستنى في قرار الملعب التونسي. نبداو توا وندخلوا بشوية بشوية في مباراة المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نشاهدوا رحلة المنتخب الوطني التونسي إلى جيبوتي، خلينا نبدأ معاك حاتم. قبل الرحلة كان فما تربص للمنتخب الوطني التونسي، بدأ بلاعبين أجانب، ناس أول مرة وجهت لهم الدعوة. علاش هالاختيار هذا حاتم، وعلاش جمعتوا الملاعبية هذوما الكل؟ أول حاجة تعرف شامبيونات معناها تاع الأوروبا عندهم يوفاو لو 19 ولو 18 معناها، مي ثم معناها وقت طويل برشا معناها تولي روبو بريسك 3 سيمين معناها مشي على الكومبيتيسيون يبعدوا. خيرنا مشي نجيبهم رانيهم معناها معنا يقعدوا اون ستاج معنا، دخلنا معاهم مساكن خاطر النومبر كان برشا ريدوي من الاول. تعرف من الفاكونس ثم جوالات خذات فاكونس، ثم جوالات معناها مشات تصحى في كونترات وخذوا وقت باش يمشيو يحكيو مع كيبيتهم. خذينا ذاك قلنا نعملوا ستاج معناها ريدوي 2 سيمين معنا في مستير نجيبوا الجوهرات. تعرف ديما المشكله الماتش هذا ديما سي المشكله رزمو جانا جيبوتي خاطر فان سيزون تعرف ثم شهر تاع ماتشات مونتالمون فيزيكمون الجوار يبدا يتقلق لك باش يجيك سورتو في الاوروب مش كيما احنا معناها كان ياخذ معناها المارش نتاع الماتشات نتاعو يحب ديما ثم روبو ما فيهش لعب معناها حتى ليكيبيت معناها تعرف مش جورني فيفا يقول لك اوبليغاتوار عليك معناها تخليك دو سيمين. حكينا معاهم، حكينا معناها مسيو كاسبرجاك مع لي زونترونور نتاعهم مع البريزيدون نتاعهم، حكينا معاهم ثم جوالات قبلوا مش يجيو من الاول، ثم جوالات كما قلت لك بشويه بشويه تحقوا معنا معناها في الستاج. حاتم، وحسب التربص هذاك شنو ما قفتوا على امكانيات الملاعبيه هذوما، فما ناس قادره بالفعل انها تقدم الاضافه للمنتخب الوطني التونسي، هل فما اسماء اخرين ما زلتوا تخدموا عليهم؟ انا راه ما جبناهمش معناها مش نشوفوهم، انا يمكن جوار ولا اثنين ما يعرفوش، لكن تبعوا فيهم في كيبيتهم. تعرف جوارنا حتى ولو اللوكو معناها لازم يكون ناجح في كيبو، لازم مش يكون ناجح في الكيب ناسيونال معناها، لازم احنا جبنا البروفيل
نروع معنا يمشي مع سيما التكتيك نتاعنا ساعه سيستم دو جو نتاعنا اون بلوس رينا معنا صغير في العمر ونشوفوا معنا مش يعطيش المستقبل والانتغراسيون هاكا كي تزيد نهار في تونس الانتغراسيون زيد اسهل معنا مع الجروب ثم دي جوار معنا ريناهم كي سيليتي كي لاري عزوني ولا جا للستاج قبل هذاك معنا تقلموا فيسا كيف كي بالمحمد كيف كيف اللاعب تاع في هرندا ولو مازال صغير معناتها ان شاء الله ياخذوا فرصته ثم جوار اخرين اتصلنا بهم كانوا مش يجيو ما حبوش قالوا اعطينا الوقت اكثر انا كيما سخيري كيما كيف كيف تاع تولوز لاتاكون كيف كيف معنا قال ناخذ اكثر وقت بنيدر معنا قال ناخذ اكثر وقت تعرف باش يجي كي تاع سورتو بنيدر خاطر كي عمره ولا سينيور معناها يجي فيه كان يلعب معنا احنا ماش ما عنده حتى شونس معناها قال معناها عنده بروبوزيسيون في كيبيت كبار في فرنسا اعطيني اكثر وقت ومعناها ما قالش لا قال اعطيني شويه وقت وبعد نشوف. سي محمود باهي التجربه انك تدعم لاعبيات تجيبهم لهنا تشوفهم تغفل حقيقه امكانياتهم مش كيما تبعهم مش كيما تشوفوا في مباراه والا اثنين كيما تجيبوا لهنا وتشادوا قدامك. اكيد اكيد علاش على خاطر راهو الملاعب مش صوره تتفرج فيها فوق في 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 فيديو ولا تتفرج فيها في مقابله اللاعب زاد ذهن عقليه ويلزم باش تحكي معاه اللاعب هذا وحتى ولو للمنتخب ينجم يكون لاعب عنده معناتها قيمه فنيه ربما تقرب ولا اعلى شويه من المنتخب لكن ربما زاد ذهنيا ماهوش ما ينجمش ينسجم مع اللاعبين وصارت لنا احنا برشا برشا مرات برشا لاعبين جاوا للمنتخب وما تاقلموش وعاودوا خرجوا من المنتخب دونك سي امبورطون صحيح يلزم على الاقل تعرفهم تشوف مدى التاقلم تاعهم مع مع المجموعه كمجموعه وتشوف زاد انا هو اللي نجم يصلح كما قال حاتم واضح. يدخل في الـ في الـ واضح في صحني سي محمود باش نقاطعك نمشي مباشره الان مع كلمه سماحه مفتي الجمهوريه ولا نعود ان شاء الله. ان شاء الله رمضان مبروك عليكم مشاهدينا الكرام وعلى كافه الامه الاسلاميه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبروك رمضانكم مبروك ضيوفنا الحاضرين معنا الناس الكل كما قلت ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير خلينا نجي معاك انت مجدي توا وفكره انك تجمع لاعبين ما يعرفوش الاجواء التونسيه ما يعرفوش اجواء المنتخب قبل مباراه مهمه للمنتخب الوطني التونسي. شوف محمد علي مهم جدا اللي قام به الاطار الفني نتاع المنتخب لانه اليوم كي تشوف اللاعبين في الـ في الـ في لي شامبيونا نتاعهم الكل يعني اللي كمل الشامبيونا يعني كمل واللي ارتاح واللي يعني هذا الكل صعيب كونك باش نجم خاصه تكون يعني مدرب منتخب يعني ماكش مدرب نتاع فريق مدرب نتاع منتخب اللاعبين يجيو جاهزين ولكن لما تكون الامور يعني يعني مقسمه عندك اللي في تونس وعندك اللي في فرنسا وعندك اللي برا في انجلترا وعندك يعني لاعبين ماهمش في معناها الكالندري مش نفسها هي بيدها في راحه اللاعبين وفي في الموسم نتاعهم يعني باش تلم اللاعبين هذا مهم جدا اللي قاموا به قبل اسبوعين باش يشوفوا مدى جاهزيه اللاعبين عندك لاعب عديد المباريات ولعب مباريات الكل مع الفريق نتاعو عنده يعني برنامج خاص اللي هو باش تأهله وعندك لاعب اللي ناقص ربما يعني مباريات كيف كيف عنده برنامج خاص باش تأهله باش نجم يخلط المباراة وباش نرجع على الكلمة اللي قالها حاتم خاصة يعني الفترة هذه منتخب محظوظ لأنه كانت المباراة مع جيبوتي لأنه كانت مباراة مع فريق آخر من حجم ثقيل ربما يعني نشوفوا اللاعبين ربما يعني جاهزية خاصة على المستوى البدني ولو أنه يعني المعد البدني سيد جلال هرقلي سي جلال هرقلي يعني يقوم بعمل ممتاز جدا على مستوى يعني الإعداد البدني للمنتخب ولكن يعني صعيب كونك باش تلم اللاعبية وباش تحضرهم باش يكونوا 100% ونفس يعني النيفو نهار الماتش يعني مهم جدا اللي قام به الإطار الفني قبل اسبوعين او اكثر انه لم اللاعبين الكل يعني. صحيح مجدي المنتخب الجيبوتي ماهوش في قيمه المنتخب الوطني التونسي لكن الطقس والظروف اللي لقاها المنتخب الوطني التونسي صراحه خاصه الظروف المناخيه في جيبوتي غاديكا كانت ظروف قاسيه جدا درجات حراره كبيره برشا هات تشاهدوا توا في التقرير هذا الخاص برحله المنتخب الوطني التونسي الى جيبوتي صحبه زميل سفيان الوجه ونعود للحديث اكثر عن هذه المباراه. فما حويجات هزيت معاك بسيسة حاجة هكا لأفريكا؟ بعد ما مش بدل شيء بعد العرس معناها قاعد كالعادة معناها ديما يهز الشمولة نتاعو لأفريكا نعرفوا غادي كيفاش يكون الجو الواحد يهز بسيسته وماكلته وإن شاء الله ليسونسيال يتعدى جو باهي ويروح التروبو إن شاء الله. إحساس واحد دوك عرس ومشوش لأفريكا؟
والله ما مزيد ما حسيت شيء الحقيقة، حتى حسين مرضى وقال لك. متبقى البيت النار، كيفاش عايتوا لك البارح في اخر لحظة؟ والله الراحة عليه بالكورة معناتها، معناتها الزملاء اللي صاحي عطانا راحة، روحنا لديارنا واحد يعطيني تليفون بالمتحب وجيت وفرحان اللي جيت للدعوة هذيا، نشكر يوتا الفني عطاني الثقة وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. صافي لبن بينك وبين ليكيب ناسيونال. والله باش نقول لك معناتها جيت تخي بيان اكيي بالحق معناتها بون صحيح الجروب جديد ما لقيت معناتها بالحق الناس كل معناتها تستنى فيا معناتها يمون تخي بيان اكيي. مرحبا بكم في جيبوتي وان شاء الله مربوح المنتخب الوطني. فرصة باش تشم ريحة البلاد عليك. بنسور بنسور احنا هنا في جيبوتي من العام العام. C'est le premier sport qu'on aime pour jouer du football, pour le plaisir avec, avec le temps. Les Djiboutiens jouent tous les jours. أنا جيد هنا نعرفوا واش نلقاو تيران خايب واش نلقاو السخان هذاك نحن محضرين روحنا كل شيء ان شاء الله غدا هاي في تيران وتونسي والعوام هذا كله راك كان على المقابله نتاعنا ان شاء الله. علي ما تراش اللي صعيب انه الواحد يخرج من كونسونتراسيون نتاع شامبيونان في اخر لي جورني ديسيزيف ويمشي يركز على ماتش كيب ناسيونال صعيب باش تخرج من كونسونتراسيون كونسونتراسيون. لا بالعكس يا اخي واحد في الصفحه نتاع الشامبيونان عنده توا دفوار مع المنتخب التونسي كل حاجه في بلاصتها تو جاي يدافع على الرايه التونسيه باش يحاول انه يعطي اكثر بريستاسيون باهيه. وصلت للكيب ناسيونال نسيتوا المراول ولا الوانه؟ بيان سور لازمك تنسى هذا معناها مش مزيه معناها يخرج كيب سوفيا تدخل في ستاج مع الكيب ناسيونال توصل قدامك العالم تونس كل اصحاب معناها واخواتك يجيو للكيب ناسيونال معناها الناس الكل تدافع على درابو بركه. والحق كما تراك في الطيارة ولا في البيوت معناها نتلموا الناس الكل وخيان. هي سخانة ما تنجمش تتفاداها، تتفاداها كان بشرب الماء واحد اللي يحاول باش شويه راسه بزايد باش ما يسخنش برشا مقترحوا على الحكام باش تمشي امكانيه باش يوقفوا المباراه في الميتون الاول في الميتون الثاني دقيقه ولا دقيقتين باش يشربوا الماء.
كتنظيف. والآن اكتشف التنظيف المكثف مع معجون الأسنان الجديد أكوا فريش إنتنس كلين. ضاعف كفاءة التنظيف مع معجون الأسنان الجديد أكوا فريش إنتنس كلين. واو واو. Con Ayman Abdennour, el jugador tunecino del Valencia Club de Fútbol. ديتكي مزغار البطحة قدام الدار. نجري نكور نحلم طول النهار بين البطحة وعتبة دارنا تكبر حكاياتنا وأحلامنا. كل ما نقدم كل ما نزيد ننجح. نتفكر ديما كيفاش بديت. يا بابواخ ديما في فورم. كلنا نعرفوا إلي الماء اللي نشربوه مهم لصحتنا، أما كيفاش نختار؟ أنا اخترت كريستالين. وقبل أنا اختاروا لي غوما ومن زغوان الكارتاج جابوه، على خاطر ماء كريستالين تركيبته غنية خاصة بالكالسيوم لبناء البدن والعظام، والمغنيسيوم اللي يقاوم ستريس ويثبت الكالسيوم في العظام. ماء كريستالين بتركيبته يخليني كل نشاط وحركة. كريستالين أكثر كالسيوم أكثر مغنيسيوم. اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى الاحد الرياضي، ومواصلين في الحديث عن المنتخب الوطني التونسي ومباراته ضد منتخب جيبوتي. حاتم، نعرف المباريات هذيا هي اصعب مباريات في تحضيرها وقت اللي يكون المنتخب ماهوش في قيمه المنتخب الوطني التونسي. نعرفوا هنا فما يستسهلوا اللاعبين المباريات كيما هكا، لذا فما برشا عمل ذهني قبل مباريات كيما هذه. سير ولو في لي زيكيب تاع لي زافريكان ما ثم كيب ضعيفه كيب خويا، سورتو كي يلعب دوميسيل. قلنا لهم جوارات ثم ليميديتي برشا، كيف كيف سخانه بريس 45 معناها لومبر، فاهم؟ نعم وريهم لادفرسير. المنتخب التوغو ثيب شيء ربح، المنتخب الليبيري واحد شيء فاز عليه برك. معناها كي يلعب دوميسيل معناها ثم حاجه اللي هي تكون عائق ضد الكيبات اللي يلعبوا معاه. تفرجنا فيه المنتخب وريناهم الجوارات، حضرناهم كونسونتري، معناها قلنا لهم رد بالكم تعرف تدخل في الفاسيليتي سي في معناها تمركي بوتي لازم يعدلك في اي وقت. ولينا بعد نتفرجوا معناها في الماتش، معناها لينا ديزاك معناها شارو ديزوكازيون، معناها كان نجموا معناها وجعونا فيهم، كان نجموا معناها يعدلوا معناها المنتخب معناها جيبوتي. كيما قلت لك معناها المنتخب صحيح الاكستيرير معناها سهل، لكن دوميسيل سهل معناها رينا ثم معناها حاجات اللي هي تخلي معناها عائق تكون قدام الجوارات. حاتم، اجواء ممتازه برشا صراحه كانت في طرابلس المنتخب الوطني التونسي وفي رحله المنتخب ايضا، هذا بشهاده حتى زملائنا اللي كانوا حاضرين في رحله المنتخب. عوده حمدي الحربيوي ايضا كان اشاد بالاجواء داخل المنتخب، وهذه حاجه مهمه برشا. والله محمد علي معناها تو الكيبسيونال معناها جينيراسيون هذه جديده، معناها اول حاجه برشا تبدلوا برشا معناها جوارات، ثم جوارات جدد معناها والانتجراسيون ولات اسهل معناها من قبل. معناها يمكن قبل كانت يمكن جوارات فيهم اكثر شخصيه، فهمت مجدي؟ انتم لعبتوا معناها انت وجلبان في المنتخب، معناها كانت برشا في سامي كبار معناها عندهم قيمه معناها في كيبتهم، معناها صعيب مش شكل تلقى الاوتوماتيزم بين بعضهم. معناها توا معناها جوارات تبدلت شويه العقليه، ولا جوارات يقبلوا لبعضهم اكثر، ينساوا لي كيبات ما بار، وكيف كيف الاطار الفني معناها نعرفوهم احنا توا بريسك عندنا عامين ونص نخدموا معاهم. معناها معناها البوان هذايا بصراحه معناها محمد علي كي نحكيو ستاف تكنيك معناها ثم ساعات عباد تلومنا معناها شبيك ما عيطوش الجوار هذا ولا هذا، لكن الانتجراسيون عندي قيمه. معناها لازم الجوار اللي يجي اول حاجه مونتالمون يكون انتجري روحه مع الجروب، لازم يكون ستار في كيبو ويقلق في الجروب في الكيب ناسيونال. رينا البوان هذايا ركزنا عليه ومشى معنا معناها حتى ولو معنا مع جورج قبل مع الناخب اللي قبل كيف كيف مع كاسبرجا كيف نفس الشيء. معناها الحمد لله ما عندناش اشكاليه في الحكايه هذه. باهي، هاي نمشيو نشاهدوا المباراه مع صفيا الوز، سامي بوعزيز واسامه بن حميده. المنتخب التونسي تحول لجيبوتي من اجل الانتصار والمحافظه على حدوده كامله في التاهل اللي كان لغابون 2017. المدرب أونري كاسبرزاك عول على مجموعة شابة، لأول مرة نعيم السليتي في التشكيلة، حمدي الحرباوي يرجع بعد غياب 3 سنوات لأجواء المنتخب. نسور قرطاج يدخل المباراة بقوة، 15 دقيقة كانت كافية للمنتخب باش يسجل أولى أهداف المباراة.
وهبي الخزري يخرج النقيز على اليمين في موقع مناسب، اسيست النعيم سليتي، وهدف اول للمنتخب والاول لمحترف ريدي ستار الفرنسي. بعد منتخب جيبوتي يرد الفعل، هذه تسديده ما شكلتش اختار على مرمى رامي جريدي. النقيز اللي كان نشيط على الجهه اليمين واحد اثنين مع محمد امين بن عمر بذكاء الحمدي الحرباوي، من جديد كره عند النقيز يسدد جانبيه وهدف ثاني يضيع للمنتخب. هذه مخالفه يتحصل عليها نعيم سليتي، حمزه الاحمر كورته ما كانتش بعيده على مرمى حسين قديبوح. اخطر فرص المنتخب الجيبوتي تاتي بعد اضطراب في دفاع المنتخب، بوغطاس يرجع الكره لرامي جريدي، الحكم البوراندي يعلن عن مخالفه غير مباشره. تسديدة سماتارة جاما تضرب على العارضة. المنتخب كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف في هالشوط. حمزة الأحمر لوهبي الخزري وهالأخير يمرر لعلي معلول يصوب بقوية فرصة هدف ثاني ذي على المنتخب. تفاهم كبير بين الثنائي نعيم سليتي وحمدي الحرباوي. الخزري خرج سليتي من اليسار بتوزيعة مليمترية، حمدي الحرباوي سجل ثاني أهداف المنتخب. رجعت ليكيب ناسيونال، شكون لقيت في الجروب يعرفك وتعرفه؟ البلاد اللي نعرفهم فما صحراوي بتبيعه، فما الخزري، وبعض جبلات الاطوال اللي نعرفهم من قبل كما نقيس بن عمر الاحمر رامي، وفرحوا بها بالباهي. فرحوا بيك بالقدام باهي الجو في الجروب؟ بتبيعه بن عمر جدا نسيته، وفرحوا بها بالباهي. حكينا برشا مع بعضنا بحكم اللي نعرفوا بعضنا من قبل، كلنا في صندوق الفورماسيون كنا مع بعضنا. وتوا نجم نقولوا دخلنا بالي اخر هو ليكيب ناسيونال، بعد تتنحى ليتوال تقعد ليكيب ناسيونال هي قبل كل شيء. الشوط الثاني بنفس النهج الهجومي، المنتخب يضغط، حمدي النقيز على اليمين يتسرى بمهد لطه ياسين الخنيسي، معوض الحرباوي وجه لوجه الخنيسي، ما يلقاش حتى صعوبه في اضافه الهدف الثالث للمنتخب الوطني. المنتخب كان في طريق مفتوح، وهبي الخزري من بعيد يرفع الكرة بالحارس الجيبوتي، كرة ما كانتش بعيدة على المرمى. ربع ساعة أخير ركنية المنتخب، علي معلول في التنفيذ، بلال المحسني بالرأس يسجل الرابع، لكن الحكم البوراندي يرفض الهدف بداعي المخالفة على مدافع الجيبوتي. رد المنتخب الجيبوتي كان محتشم، فرصة وحيدة في هالشوط، موسى أحمد في وسط الميدان يخرج مهدي حسام وجه لوجه يصوب، رامي جريدي يتألق في التصدي. آخر فرصة في المباراة كانت بعد هجوم معاكس، فرجاني السيسي خرج علي معلول في موقع مناسب بدوره لطه ياسين الخنيسي وجه لوجه، رابعة الأهداف ذي على المنتخب. وهكا أبناء المدرب كاسبر زاك حقه المهم في انتظار الأهم ضد المنتخب الليبيري في ختام تصفيات كان الجابون 2017 حتى يضمن التأهل. المهم هو الانتصار، مهم شكون سجل أو مهد للهدف، المهم هو الترشح للكان. منيت انه منتخبنا يحقق تعادله على الاقل، قمنا بتحضيرات كبيره ولعبنا على ارضيه ميدانا وامام جمهورنا، لكن للاسف انهزم. الهدف اللي جينا من أجله حققناه، انتصرنا وسجلنا 3 أهداف، وأنا راضي على مردود الفريق رغم أنه هناك أشياء المراجعة. فرصة باش كي جاو المنتخب لهنا وكذا للجالية التونسية وكذا، وفرحنا بهم ومعناها وباش وفرحونا وباش شمينا ريحة البلاد وريحة تونس، وإن شاء الله ديما تونس في خير. السخانة قلقتنا شوية بعد كبرت الدنيا شوية، دونك سايتي دي كونديسيون كيما كايزم ديما تحاول تو ريسبكت لادفيرسير، تحاول تلعب كرة سهلة. بريسك اللي جاو دي بالاريتيم فكوهم الكبايرية كيما يقولوا، فكهم الخزري كله بريسك وعملوه شاتو ما يقلقش. ديجا بعد جات واحدة بريمير ميتون شوت تعديت اكوتي، جات ما جاوش قراب معناها نتاع كان جاو قراب مش فك حقك معناتها تفك سير يا اخي لازم كاو سوي لا بور فيليسيتي مون غارديان بوت لا في ام ماتش دونك جو لانكوراج بور افونسي دافونتاج وان شاء الله اذا كان ثم كلكو تريك ولو انه ما ثم شيء ولكن اذا كان ثم حاجه اكيد انا نتحدثوا فيها نعالجوها بعد. عملنا ماتش باهي الاولاد كل مالغري السخانه اللي اليوم بالحق معناها
شكون تهدي الانتصار هذا؟ نهديه لزوجتي والأمي وبابا والمماتي الله يرحمها. اي سي محمود، نبداو معاك الحديث عن المباراه قبل ما نمشيو الحاتم. نبداو معناتها نتكلموا عليها جلوبالمون. محمد علي، صحيح الهدف تحقق، هو الهدف شنو حتى منذ بدايه التصفيات، هو باش نترشحوا الى نهائيات كاس افريقيا، هذا الهدف الاولاني نتاعنا. الطريق نتاعنا يلزمنا باش ننتصروا على المنتخبات اللي طحنا معاهم في المجموعه. منتخب جيبوتي الحقيقه يقال، انا تفرجت في المقابله معناتها ضعيف مستوى المقابله فنيا، ما تنجمش. منتخب تونسي ربما لو كان جاء منتخب قدامه معناتها واقف بالكدا وفي الند نتاعو ربما تكون فنيا المقابله في المستوى نتاعها وفي الانتونسيتي وفي الريتم نتاعها، كان مستوى معناتها نتاع المقابله كان تحت المتوسط. تحت المتوسط، ما تفرجناش بالكدا في كورة. المنتخب الوطني التونسي عمل اللي يلزم، عمل اللي يلزم، لعب خلى معناتها الثوابت نتاعو اللي توا قاعد الاختيارات الفنية موجودة بالنسبة للمنتخب، هما ثلاثة ديما في محور الدفاع، زوج لاعبين أحرار برشا اللي على اليمين وعلى اليسار نقاز ومعلول، في الوسط بن عمر وربما لوج الناخب والاطار اللي معاه شويه لحمه في الفريق، خاطر موجود بن عمر موجود الاحمر زاد موجود قدامهم الخزري وزوز لاعبين في الهجوم، واحد اقل من واحد بقى. مستوى كان تحت الهدف كان الانتصار، ما نقبلوش اهداف، مش تقعد ديما فارق الاهداف كبير ما بيننا وبين الفرق اللي تزاحمنا للترشح. بقى زاد كيف كيف صعيبه سخانه ياسر، يميديتي برشا. نشكروا اللاعبين في اخر موسم اللي نجموا معناتها باش روحوا بالاهداف والاطار الفني زاد كيف كيف. ماشي صحيح، منتخب مطالب بالانتصار، ولو انه جيبوتي ماهوش الفريق يعني المنتخب اللي نجم يقلقنا، لانه مستوى الفني بعيد برشا، معناها ضعيف برشا على بارابور للمنتخب نتاعنا. ولكن فما يعني كلكو يعني كلكو روبير في في المنتخب اللي شفناهم، وانا يمكن يعني جبت قبيلك سي محمود على الاحمر وبن عمر والنقاز، يعني شفنا التريونغول هذايا خاصه، يعني فما اوتوماتيزم بيناتهم ثلاثه، يعني شفنا النقاز عديد المرات يعني يكون موجود في 18 متر بتاع الفريق جيبوتي، وكان هو ديما عنده الاسيست يعني التمريره الاخيره يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاهداف. حتى شفنا الاهداف كان هو مر زوز اهداف للمنتخب، يعني شفنا كيف صعود معلول، ربما الإطار الفني خمم في باش يخلي يعني معلول والنقاز ربما يخليهم ليبر اكثر، يعني يخليهم اثنين يصعدوا دائما وهما اللي يساندوا الهجوم. يعني نقطه قوه المنتخب هي في معلول والنقاز على الشيره اليمنى، النقاز وعلى الشيره اليسرى معلول. ولكن المنتخب التونسي لعب 3-4-1-2 ثم قلب تريونجل في الشوط الثاني، اصبح 3-4-2-1. يعني سليتي انا كنت تابعت المباراه وشفته عنده يعني خصال اللي يبحث عليه المنتخب الان، خاصه السرعة على الشيرة اليسرى، شفناه يعني هو هداف وهو زاد باسور كيف يعني فما نقاط إيجابية في المنتخب اللي المنتخب يزم يحافظ عليها في المباريات القادمة. أنيس، أكيد أنه فوارق فنية وبدنية كبيرة بين المنتخب والمنتخب الجيبوتي، لكن حاجة مميزة أعتقد أنه الإطار الفني يعني اختيارات جيدة وجيدة جدا، يعني ثم ذكاء في التعامل مع اللاعبين، يعرف انه كما قال مجدي وسي محمود انه سيرتو حمدي النقاز متعود يلعب برشا اوفنسيف، عطاوه الليبرتي خلاو ثلاثة لاعبين في محور الدفاع، اختيار الأربع لاعبين لأنه أنا شفت سليتي أكثر في وسط الميدان، لاعب مهم ومهم جدا المستقبل المنتخب. أربع لاعبين عندهم يعني سي لو بلون تكنيك، الأربع كورجية ويعرفوا يلعبوا، دونك ثم سيكيورتي بثلاثة لاعبين في الدفاع، في المقابل فما برشا حرية في الهجوم. هذاك علاش شفنا المنتخب براتيكمون سيطر على المباراة، كي يبداو عندك أربع لاعبين في قيمة الأحمر وبن عمر وابي الخزري والسليتي تجم ولي دو اللي على جنب يطلعوا، دونك تجم تميتريزي اي فريق وديما براتيكمون ديما تقعد الكره عندك، وهذه هي قوه المنتخب في المباراه هذه. ثم حوايج نجموا نبنيو عليهم، صحيح انه المنتخب جيبوتي ماهوش ادفيرسير اللي في قيمه منتخبنا، لكن ثم ثوابت وثم حاجات باهيه نجموا نبنيو عليهم.
بدأت تحاتم اجمع على انه المنتخب الجيبوتي ماهوش في قيمه المنتخب الوطني التونسي، ماهوش في مباراه ضد منتخب الجيبوتي باش نحكموا على منتخبنا وباش نقيموا المنتخب الوطني التونسي، هذه مباراه ماهيش مقياس، لكن مباراه فيها عديد النقاط المضيئه، في مباريات كيما هكا نجموا ندخلوا ملاعبيه جدد كيما ستيتي اللي عطى ساتيسفاكسيون كبيره برشا وقدم مردود كبير في المباراه. يعني ما نش معنا شويه اخر بعد انتقاش بارتيات باش لازم ندخل فيهم جولات اخرين زاد ما تعرف منتخب الجيبوتي ثم كيما قلت انت جولات لازمك تو تشوفوا. انا عزوني ما خذاش اكثر طون دو جو لعبناه ضد توغو شويه خذا لي روتور شويه وقت. هو سليتي جات شونس رينا معناها المستحسن قلنا خلنا مادام ثم ديزابسون في سورتو في البوست نتاعو هو خاطر ثم في كان قبل احنا اتصلنا به معناها كان باش يجي معنا ضد منتخب توغو لكن بعد ثم دي جوار معناها عندهم الاكسبيرونس عليه خيرنا معنا البارتي هذيا جبناه قلنا خلينا شوا نبداو به هو كدوزيام اتاكون هو يلعب اكثر في سيما معناها 4 3 معناها كما اتاكون دو كولوار اكثر من الاول معناها صعوبيه معناها مشي كدوزيام اتاكون مش يلزق الحربيه تعرف خاطر مسكين دوز اتاكون دو كولوار اون بوان في المباراه شفناك دائما يميل اكثر على اليسار هو باش يقرا معناها سيرتو بيريتو تعرف جوار دو كولوار يخلي روحه ان كونتر ان معناها يعرف دريبل بويسون معناها بروفوكاتور جوار عنده شخصيه معناها كي تعطي كوره ما يسيبهاش فيسا معناها تقلب معناها مركب فيسا سخانه معناها ما قلقتوش برشا حاجه الباهيه توا ما تنساش الحربيه عندنا معناها الخنيسي عندنا معناها كيف كيف العكيشي لينا برشا في المنتخب معناها ستروز اتاكون كلاسيك هذوما معناها تلعب عليهم الكوره معناها اكثريه معناها ديز اتاكون كلاسيك معناها دي سورفاس ان شاء الله معناها نقواهم معناها مع بعضهم اللي زاد تكون هذوما تعرف عندنا ثقه فيهم ثلاثه تكنات هذوما تعرف الكره لازم ما تكونات ديما نقول معناها سيح مليو ديفونس كي تبدا ما عندكش تكونات لازم تربع بارتيات لازم تمركي في الكره مش تربع توا جا معناها المنتخب اللي عنده زاد تكون هما باش يعملوا له ديفيرونس ان شاء الله بقدر ربي ضد منتخب الليبيري ان شاء الله معناها تكون فيكتوار في صالحنا نعرف كيفاش نلعبوا له منتخب مش سهل تعرف معناها بارتي ديسيزيف هذايا فيها برشا اعصاب معناها لازمها برشا كونسنتراسيون لازمها برشا برود الدم ان شاء الله بقدر ربي يكون في صالحنا الريزلتا. ان شاء الله قبل ما نوصل قبل نمشي معك سي محمود تحيه لزملائنا محمد الكيلاني وقع سهو عن ذكر اسمائهم في التقرير عادي نعم الاول على الاسماء اللي قدمت لحد الرياضي سي محمد الكيلاني اللي كان قدم لحد الرياضي 80 81 وايضا 89 90 ايضا زميل نور الدين الحفصي وزميله هلا الركبي اللي كانت قدمت وقتها الاثنين الرياضي لكن وقتها ما كانش فما احد رياضي تحيه لهم الناس الكل الله سي محمود والله نحب نسال جزئيات خاطر احنا عندنا تو كان المقابله هذيا مع اللي باش قاعدين نتكلم هاي حاتم تو سي محمود شوي محمد عليك لا حذر حذر روحك انا نحب نسال حذر روحك يا حسره يا حسره يا حسره دونك بالنسبه فما تغييرات صارت فنيه في وسط المقابله اسكو التغيير نتاع بوغطاس دخل الحداد كان محمد علي اليعقوبي كان كاكسيالا جوش بعد خلو هو شد بلاصه بوغطاس اكسيالا دروات ودخل الحدادي حبيتوا تلوجوا منها اس باش تعطيه وقت اكثر للحدادي ولا باش تعطيه ان طون جو للحدادي والا لقيتوا فما ما فماش توازن خاصه اللي محمد علي ربما كل مره لازم باش يعاود يحط الكره على رجله اليمين باش ينجم يخرج الكره هذا السؤال الاول والسؤال الثاني الخزري خذاه يستحق هو تو الاشاره اسمها شرط القياده تبقى شفتوا زاد اللي انا ريته شفتوا وكانه مش كانه لعب في وسط الميدان يعمل ديكروشاج هو اللي الكره تخرج عليه هو وهو اللي قاعد يوزع اما باش يعطي للسليتي اما باش يعطي للحرباوي معناتها التومبو والسسمة هي المحطه كانت الخزري كل كور تتعدى عليه باش هو يوزع دونك السؤال الاول والسؤال الثاني هو لو سي محمود كما قلت انت معناها يحب الواحد يفسر حاجه احنا راه ديفونس تروا معناها من قبل ديما انا حتى مع جورج لعبنا بها معناها خاطر كي ترى لي كاليتي الجوار نتاعك في الديفونس معناها عندك تروا ديفونسور دي هو نيفو معناها تنجم كي باش تحطهم هما معناها ما عادش ما يستحقش بصراحه معناها بربع التالي اون بليس مع ناجيز كي جينا توا دو زوكسونتري معناها لي كلوار ولو حتى كيف كيف المثوثي معناها عندك لي جوار اللي لازم يعطيوك بليس معناها في الكوتي اوفونسيف معناها خيرنا قلنا نلعبوا ديفونس تروا باكثر ستابيليتي لازم ناش نبدلوا خليوا نفس السيستم دو جو نبدلوا شنو الانيماسيون تعرف الانيماسيون اش معناها معناها في ترانزيسيون قدام جوار توصل القدام قدام جوار بتوصل التالي معناها لو بوان اللي قلت عليه انت معناها خيرنا قلنا نلعبوا بثلاثه ودو ميليو دو بيفو دو زوكسونتري معناها انا انيماتور دو جو هو الخزري ودو اتاكون اللي هو سليتي والحربي سليتي ساعه ساعه يزيح شويه مع الخزري يمشي يطلع الكره تعرف معناها
في سيما هذا في أي سيما تكتيك ثم ما تلتقط دي بوان فيبل ودي بوان فوبر تعرف اللي السيما تكتيك كي تلعب ثلاثة في اللاكس معناها الوسط نتاعك يفرق شوية معناها لي دو زوكسونتري ودو زاتاكون تلقى في الميليو تيران كان بتريونجل باش تقعد بثلاثة برك خيرنا ديما هكا قلنا مال الخزري في المونتي دبال معناها وسليت كيفيف يقلب شوية مش تقعد اون كاري لوزيمي تو نفس الشيء معناها لعبنا بريسك اون كاري معناها رينا جوريت معناها بالسخانة مع الترطون معناها مع الفتيك معناها خيرنا مش نلعبوا اكثر بالاربعه خاطر هما بيدهم بداوا بثلاثه بعد رجعوا 4 3 معناها دخلوا واحد في الوسط ولاوا بريسك معناها 3 3 ميليو ان بيفو 2 8 و 3 اتاكون خيرنا وقلنا باش نتحكموا اكثر في الكوره وهذاك علاش معناها معناها السيما هذا معناها ركزنا عليه اكثر قلنا ما عادش نبدلوا برشا سيما ماذا بينا نقعدوا السيستيم دو جو وبيدو نختاروا البروفيل اللي يتماشى مع السيستيم نتاعنا هذايا معناها نفس الشيء الحديد على الشونجمون قلنا ولو معناها يعقوبي في الاسبرونس يلعب على اليسار معناها ما يلعبش على اليمين معناها لين مشتق كجوار معناها الجوشي السوبر على اليسار مش تبدا في المونتي في رولونس تبدا سير معناها نتاعو لين معناها قلنا ندخل الحديد مش حكايه معناها طون جو قلنا معناها كي ضرب بوغاتاس نفس الشيء ما نقعدوا به رجع هو علي تضرب هو بوغاتاس تضرب حتى كيف اليعقوبي كان مش يلعب معناها تعرف الترتون مالك عابر تضرب ولاو معناها صبات من لوطه ولاو محكوك معناها صعيب ياسر لي زابوي نتاعهم ولاو تقلقوا منها الاولاد معناها خيرنا معناها بدلنا معناها اليعقوبي على اليمين دخلنا حدادي معناها سوبر غوش عطينا اكثر ليبرتي المعلول مش يطلع اكثر معناها كودي غوش معناها ما بريسك نفس الشيء ما بقينا به معناها. هيا نيس تفضل. سؤال الحاتم في اختيار ثلاثه لاعبين يعني وابي الخزري ومعلول وحمزه الاحمر تعرف الثلاثه هذوما احسن لي بون تيرور في تونس ولا حتى في الانجلتير شفنا وابي دونك سي ان شوا بتاتر قلت ان المباراه هذه ممكن حتى المنتخب الجيبوتي مش في قيمه المنتخب ممكن مش نربحوه بلارتي هذاك علاش لعبتوا ثلاثه والا سي ان شوا معناها التكنيك اكثر لا هي صحيحه بلارتي معناها عندها قيمه معناها انت ديجا عندك الخزري كما قلت انت وزيد عليهم معناها عندنا معلول زيد عليهم الاحمر معناها ترو بون تيرور معناها في البريتي كوفرون معناها ولا الكورنيل لي بال استراتيجيك بصفه عام لكن كما قال سي محمود معناها خيرنا يكون الاحمر وبن عمر خاطر سيسي كان هو تيتولير سيسي عرس معناها في ايكيب ومش قال معناها ناقص كومبيتيسيون خيرنا قلنا الاحمر نعطيه تو معناها معناها الشونس نتاعو ومع اكثر توماتيزم مع بن عمر من تزاز زاد ثم جوار اخر زاد بوغاتاس معناها شي ورا ناجاز معناها ثم تقل الاربع جوارات هذوما من 60 يلعبوا لك في الايطوال معناها ما تلقاش صعوبه في الاوتوماتيزم بعضهم معناها هذاك علاش غيرنا معناها من الاحمر وسامحني حاتم حتى اللي زاتاك اكثر من الشير يعني من اليمين على النجاز لانه فما اوتوماتيزم قلت بين اربع لاعبين اخر سؤال في اختيار المحسني كليبرو اسكو اليوم محسني بالكاليتي تكنيك اللي عنده يجم يكون لانه شفنا انه المنتخب جيبوتي كان يجم يرجع على اخطاء دفاعيه ما كانش عنده حتى فرص واضحه الا كان معناها الفريق المنافس ما يجم يخلق الخطر كان كي نغلطوا احنا سيرتو لاعبين المحور الدفاع كي تلعب بثلاثه اسكو اليوم المحسن يجم يكون هو ليبيرو انا يمكن رايي الخاص معناها انا بالنسبه لي انا ما نجمش يكون ليبيرو محسن معناها اكثر قوته في الدويل محسن في لو معاهم على كيلتق الادفرتير على ديجا ريني ضد معناها منتخب التوغو معناها مع دوبايور كي لصقوا معناها قتلوا محسن معناها شوال المشكله قلنا رينا يعقوب اللي على اليسار كيف كيف معناها ذواد اكثر ليبيرو في الاسبيرونس يعقوب دي اكثر معناها كستوبر كيف كيف بوغاتاس قلنا باكثر اللي لعب اكثر من صحابه اللي هو يكون معناها كوفرور عليهم سي ولو معناها في الديفونس 3 ماذا بك الكوفرور لازمك بوينت فيتيس نتاعك تكون قويه الكتور قويه اون بليس فور لونس خاطر متسقى خسرتو خاطر كي راهو رينا معناها قدام المره معناها المنتخب الجيبوتي كي خرجونا 3 كونت 3 في الديفونس نتاعنا رولونس كانت تخيله شويه عندنا في تخريج الكل اللي ثم دي بوان لازمنا نحسنوهم الكوتي هذا ثم نقطه مهمه محمد علي اللي هي يعني ديفونس 3 التالي نلعبوا بثلاثه اليوم حتى نشوفوا لي ديفونسور اللي موجودين عندنا المدافعين الكل كوسوسوا اللي يلعبوا في تونس واللي يلعبوا خارج تونس الكلهم يلعبوا اربعه ما يلعبوش ثلاثه هذه نقطة مهمة جدا اليوم كي جبد دنيس على المحسني اسكو نجم يكون ليبيرو ولا لا راهو تفقد لي روبير نتاعك الكل اذا كان انت تلعب ديفونس اكات وتجي مع المنتخب وتولي تلعب مش نفس البلاسمون معناها البلاسمون نتاعك مش نفس معناها الاستراتيجي مش نفس الجليسمون مش نفس الكوفرتور كيف يعني برشا حاجات تنجم تتبدل يعني اليوم كي شفنا طريقة 3 5 2 ولا 3 4 2 1 اللي كان متعود بها خاصة منتخب المصري اللي يوصل في وقت من الاوقات اللي هو هيمن في الكره الافريقيه شوفوا حتى معظم اللاعبين نتاعو من النادي الاهلي وفي طريقه النادي الاهلي ونيس لعب في الاهلي ويعرف اللي هما يلعبوا ثلاثه في المحور وخمسه واثنين يعني والطريقه هذه كانوا قعدوا بها خمسه وسته سنوات ونجحوا براتيكمون فيها يعني ما فماش دي روبير يضيعوا كي تمشي مع المنتخب هنا
هذه النقطة حاتم اللي حبيت نسألك عليها، اسكو ليتال الفني يلفا اوبتي معناها باش يخلي الطريقة هذه حتى للي ماتش اللي باش يصير؟ نعرف اللي ماتش جيبوتي ماهوش ماتش روبير بالنسبة لليكيب ناسيونال، نجم تجرب فيه عديد نقاط يعني كسوا تكتيك ولا تكنيك، نجم تبدل برشا حاجات، ولكن في المباريات الجاية خاصة يعني مع في مع منتخبات يكونوا قويين، اسكو نحن نجموا بالديفونسور اللي عندنا توا معناها بالملاعبين اللي عندنا نجموا نلعبوا بثلاثة في في اللاكس؟ يعني هذه المشكلة. صحيح، ولو احنا لو ما تنساش ناقص عبد النور وسيم، معناها دو جوار دو كاليتي يلعبوا اربعه زاد حتى يلعبوا اربعه هما 80% معناها ليكيبات يكون ايطاليا معناها سنا وعاملين معناها رجعوا ثلاثه في اللاكس معناها رينا يوفي معناها هما ليكيبات بريسك كلهم يلعبوا لك معناها باربعه ديفونس اكار. المشكله كيما قلت انت انا اول حاجه الوقت معناها تعرف الديفونس لازمك ترينيها برشا سورتو في الجليسمون كي تبدا تروا زاكسيو دو زوكسونتري كوتي بالون شكون مش يمين سورتو كي تبدا الادفرسير يلعب لك مثلا اتاكون ديزيلي خاطر كي تبدا بدوز اتاكون سهل اوم اوم تاخذ دوز سوبر وعندك واحد كوفرور كي تبدا انت انا اتاكون يمشي الليبيرو نتاعك يبدا دوز سوبر هما يبداو الليبيرو هذيك الحاجه اللي معناها المشكله معناها كي تبدا سورتو الاكسونتري كي يمشي يمشي الادفرسير يبدا جايك لي دروا لازمك تسيب صاحبك وتمشي انت الادفرسير في زونو والجليسمون كله يصير مع بعضه. ولو انا قبل لعبت برشا ديفونس تروا معناها وحكيت معاهم برشا الاولاد ولعبنا كيما قلت لك احنا مع جورج معناها ثم برشا بارتيات لعبناهم ديفونس تروا رينا معناها ستابيليتي ولو راهو انت حتى سامحني حاتم حتى لي دو معناها زيك سونتري اللي هما معلول و ما يلعبوش في كيما ديفونس تروا اكزاكتومون يعني حتى في ريبلاسمون ديفونسيف راهو باش تقع مشكله كبيره ضد ادفيرسير دو كاليبر يعني نحكي لك مش جيبوتي راهو دي ادفيرسير اخرين اللي هما دو كاليبر باش تقع يعني مشكله كبيره بالنسبه لنا هذا حسب اعتقادي بيان سور ديما شوي يرجع للاطار الفني يعني يعني صحيح انه معلول والنجاز يلعبوا في ديفونس اكاتر في النادي الصفاقسي ولا في النجم الساهلي، مي هما براتيكمون ديزيلي معناها علاش؟ لانه البطوله في تونس حتى كي تحط لي زيسباس في ظهرك تعرف انه ما فماش الكاليتي كبيره اللي في تونس. الادفيرسير من بعد في تونس كي تلعب ضد ايكيبات هذوما يلعبوا شامبيون قليل مش تلقى ايكيب تلعب بثلاثه اتاكونات ديما تلقى سول اتاكون معناها عندك دوز اكسيون ياخذوها ودو لاتيرو يقدموا. صحيح، لكن انا علاش تو قبيلي كي سكلت على تروا انا كنت نتصور خاطر ديما احنا الكره علمتنا اللي تعيش ماتش لكن راهو تحضر ماتش اخر من بعد. صحيح، واللي معناتها ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ضد ليبيريا واللي بعد ساعات معناتها بعد ساعات. علاش انا كنت نتصور علاش انا سلت برشا وركزت على كنت نتصور اللي وقت اللي ربما الاطار الفني راه اللي المنتخب جيبوتي هذا اللي كنت نتصور. وبعد وقت اللي انت تكلمت حاتم وقلت راه هذا خيار فني ولينا حبينا نركزوا عليه ونقعدوا باش على الاقل يتمرنوا عليه الاولاد ويقعدوا يلعبوا عليه هو داكور. لكن انا قلت ربما في ضد ليبيريا واحنا ان شاء الله معناتها نبداو رابحين من 10 دقائق الاولى ونكملوه رابحين المقابله تبقى ربما يجيك خيار تكتيكي اللي تي اوبليجي ربما باش نحي اناكسيال وباش تزيد انا تاكون ولا تزيد ميليو اوفنسيف باش على الاقل اللاعبين نتاعنا يكونوا حاضرين. خلي يجاوبك حاتم ونمشيو على الاستاتستيك بالمباراه نكملوا المباراه هذه. منيس وسي محمود معناها عندهم عندهم الفكره هذه منتخب التونسي بصفه عامه في الاستوريك ينجح ثلاثه في اللاكس ولا ينجح معناها ان بيفو اكسيال ودويت معناها ديما السيما لازم رينا كل ما المنتخب التونسي لعبنا بديفونس اكات وحاطين قدامه دو بيفو سورتو كي يبدا الدوزيام بيفو نتاعنا يتلوح برشا معناها يمشي برشا لقدام ويبداو لي لاتيرو نتاعك تروز اوفونسيف قاعدين نقبلوا قبلنا برشا بونتويت ولينا معناها ايزيتون شويه في الكوتي ديفونسيف نتاعنا معناها قلنا خيالنا كي ما نمشيوش نلعبوا بثلاثه معناها بثلاثه دوميت ولو حتى كي لعبنا ديفونس اكات لعبنا مان بيفو اكسيال دو دو ويت معناها قدامه دو زانيماتور دو جو ولا اتاكون ولا نلعبوا بريجيزور دو اتاكون معناها نلعبوا اون كات كادو لوزونج ولا نلعبوا ديفونس تروا نلعبوا كيف كيف لوزونج بريسك معناها بريسك لوزونج ما بيسيناش رانا على الوسط لاتاكون ما سينا كان اللاكس نتاعنا معناها. باهي خلينا نكمل الحديث على المباراة هذه بعد الإحصائيات اللي حضرهم لنا زميلنا ثابت القاري مشكور باش يحكي عليهم أنيس بوجلبان. أنيس تفضل. الستاتستيك الكونفيرم الكلام اللي كنا نقولوا فيه كان نبداو نشوفوا بالستاتستيك. هنا شفنا يعني أكثر لاعب نجح في التمرير التمرير الصحيح هو بن عمر. ليش علاش؟ خاطر لانه كان هو كان قدام ديفونس براتيكمون كان الكور كل يتعداو عليه هو بعده يجي حمزه الاحمر. دونك هذو من اللاعبين الوسط اللي كانوا اكثر ياخذوا كره لانه كانوا قدام الدفاع وكانوا هما براتيكمون عندهم الاكثر. يعني بن عمر 28 تمريره صحيحه 25 كيف كيف الاحمر
يعني كما قلت الملاعبيه هذم هما اللي كان اللعب المنتخب كله موجود عندهم هما كيف الملاعبيه. يعني شفنا هنا الوسط الميدان كان نسبه امتلاك الكره كانت اكثر خاصه في المنطقه تاع وسط الميدان. بوغطاس كيف في 17 تمريره صحيحه الدفاع اللي حكينا عليه يعقوب هذا في الشوط الاول عنا ايضا اللي ضيعوا اكثر هذا في الشوط الاول. في الشوط الثاني الشوط الثاني هنا شفنا براتيكمون الاحمر هنا اللي بول الزرق هذا ظهر التمريرات تاع المنتخب. شفنا يعني تركيز اكثر في وسط الميدان كانت التمريرات في وسط الميدان وخاصه الريسيت اكثر بين لاعبين الدفاع ووسط الميدان واكثر على الجهه اليمين اللي كان موجود فيها النقاس كان تركيز اكثر. يعني التمريرات اللي وصلت النقاس علاش كيما حكينا لانه فما اربع لاعبين نجم يستاهلوا ثم اوتوماتيزم موجود في وسط الميدان. الحمر هذوكم التمريرات الغلطه شفنا يعني التمريرات الغلطه براتيكمون اكثر على مستوى الدفاع المنتخب. وهنا حكينا شويه ممكن على الثلاثه لاعبين ارتكاز هما اكثر لاعبين اللي عطاو تمريرات يعني الادفيرسير خاصه بلال المحسني اللي هو اكثر لاعب. علاش؟ لانه كما قلنا لاعب مش متعود يلعب في المكان هذه وتكنيكمون ممكن في المباراه هذه تقلق بارضيه الميدان واصلا هو يعني يصير له بلون تكنيك ماهوش ملاعبي اللي يعرف يخرج الكره كما يلزم في نمشيو للصوره اللي من بعدها الخاصه مش هذه الصوره اللي بعد هذه الخاصه بافتكاك الكره. هاي الصوره انيس الخاصه بافتكاك الكره كيف بن عمر يعني كان موجود اكثر بون ليديال اكثر صحيح انه بوغطاس نجح في في في, في خمسه هنا ليزانترسيبسيون حكينا عليهم كيف بلال المحسن يعني ثلاثه دافعين المدافعين كانوا نجحوا سيرتو في ليديال وكانوا ربحوا لي ديويل عادي جدا انك تلعب لي ديفونسور هما اكثر من لاعبيه اللي مش يربحوا لي ديويل ديفونسيف. المدافعين هو الملاعبيه اللي يربحوا لي ديويل ديفونسيف وعندنا زوز مدافعين في مباراه المنتخب الوطني التونسي. نكتفيو بالصور اللي كنا نشاهدوا فيهم. قلت عندنا زوز مدافعين صحيح يلعبوا مع بعضهم في نفس الفريق لكن اول مره يلقاو بعضهم جنب الى جنب في المنتخب الوطني التونسي حمدي النقاز وبوغطاس. شادوا بعض في الوجه فما قصة ما بين زوج ملاعبيه هذو ما تفرش. كي هذه نتصور ملي سبور مش مكان في السينيور لكن توا نتصور معناتها كي ولينا نكوروا مع بعضنا في السينيور برشا الحكايه ولات معناتها ديما تتكرر كيما ترى نتصور اخر مره في بارتي ليسبيرونس عندي صحيح عندي معناتها زوز وراق صفر لكن زياد هو اللي خذا الصفرة وبعث لي معناتها سمعت اللي يعني عندي تروزيام كارتون من توا ما فهمتهاش الحكايه كيفاش. هذيك الكرة مرة عندي مرة عنده معناها مش مشكل المرة هذه جات فيه هو مرة جات جي فيه يعني المفيد نكونوا سوليدير مع بعضنا وكهو معناها يغلطوا فينا العباد هو لأن كيف خوات تربينا مع بعضنا نعرفوا بعضنا عنا برشا كي يغلطوا فيه هو اللي يغلطوا فيه يعني المفيد كلنا واحد برك. تصير قداش مره سيرتو زاد تو في التلفزه ولا في لي زانترفيو ديما يغلطوا فيه يقولوا يا نقاز شنو رايك في الماتش وكذا نقول لهم لا راني مانيش نقاز هو كان نقاز انا تو جيكم فهمت نقاز راني في جونيور في الكيب ناسيونال ما لازمش نغلط فيه بيزير بيزير هيك هو تتقلب ديجا زياد هو يلعب القدام وين نلعب التالي معناتها هو يتاكي وين نفك الحق ما ريتش حتى طرف شبه ما بيناتهم كل واحد ووجهه كل واحد ومعناها كيفاش خلقوا ربي ما مريتش شبه كبير. فوزي يتخمر وصحيح ساعات يغلط ما بيناتهم اما واصحاب هما برشا معناها هذاك اللي خلى معناها يمكن الناس تغلط ويسخايلهم خوات معناها هو الوحيد اللي يفرق ما بيناتنا خاطر ديما يشد لك سيلات هو معناها كسوا زياد ولا رامي ولا عمار معناها ديما هذوما ثلاثه اللي يشدوا معناها تاع يغلط فيهم هما انا سايب برشا نعرف ولا كيز معناها لي بلاسك 6 سنتين هذول كان قاعد كان صحافه وجمهورهم ما يفرقوش بيناتهم بالباهي كو كما حتى جوريت ليكيب ناسيونال تصور ما يفرقوش بيناتهم. واحد باللحية كبيرة واحد لا. يعني ان شاء الله دوم نروح باش نقرع معناتها. صح الحجم. اكيد معناتها. لا مازال بكرة مازال الصيف ما قربش حتى يقرب الصيف من بيت الحجم. خليهم يفرقوا شوية ببيناتنا.
برسك كيف كيف برسك في كل شيء خاطر يوميا نحن ديما بعضنا معناها كل نهار نتقابلوا نخرجوا نفطر مع بعضنا نمشوا مع بعضنا نخرجوا مع بعضنا ديما معناها ديما جروب واحد ديما كل مع بعض شنو الغنيه اللي تسمعها ديما وتركها ونسمعها معبر تشابه كبير بين بوغاتاس والنقاز مش حتى في الوجه حتى في طريقة التفكير راك شفتوا نفس الأغنية اختاروها الزوز حاتم انت مسلكها تولي ضربت النقاز صحيح هما لا بالحق راهو يغلطوا فيهم سورتوك يبدا من البيت يغلطوا فيهم الزوز باهي حاتم هكا نكملوا قوس مباراة جيبوتي ونحكيوا توا على المباراة ليبيريا اللي باش تكون مباراة مهمة برشا المنتخب الوطني التونسي في طريقة التأهل ان شاء الله والله حبيت نرجع زاد البون اللي قال عليها سي محمود احنا أكثر حاجة راهو السيستيم دو جو كيما قلت أنت سي محمود ساعات ثم بارتيات كيما ماتش تاميكو معناها تلعبهم مش تقول ثم سيستيم نحطو نلعب بيه نشوفو السيستيم يمشي لي ولا لا معناها خيرنا احنا ضد المنتخب الجيبوتي قلنا ليه نقعدوا نفس السيستيم دو جو نفس الديفونس 3 ما نبدلوش باش نقعدوا ضد المنتخب الليبيري معناها قلت ربي معناها 80 90% باش نقعدوا الديفونس 3 معناها يكون الوسط ولا الاتاك يكون نغيروا لكن الديفونس 3 يمكن 80% 90% باش نقعدوا نمشيو نلعبوا بها معناها خليو نفس السيستيم دو جو ونشوفوا لي بروفيل لي جوار اللي ينجحوا في السيستيم هذاك معناها كيفاش تكون تحضير مباراه ليبيريا حاتم؟ تعرف احنا الاشكاليه مسير المشكله ديما في الشامبيونا معناها وقتاش باش تبدا لازم ماذا بينا الشامبيونا تبدا وما يبداو كومبيتيتيف لي جوار باش يلعبوا معاك معناها تعرف يظهر لي معناها يمشي وخروا الكوب باش يبداو بالكوب معناها باش يبداو لانكار وديمي فينال الفينال يظهر لي باش يبدا به هو معناها ان شاء الله معناها ناخذوا اكثر وقت ياخذوا معناها يخمموا اكثر نلعبوا دو تروا ماتش وما يبدا مبدئيا هي نهار 2 سبتمبر هاي المباراه تونس وليبيريا نهار 2 سبتمبر اي 2 ولا 3 سبتمبر معناها تبقى انا قلت لك معناها الديبار نتاع الشامبيونان نتاعنا يبداو بالكوب ولا يبداو بالشامبيونان كي تاخذ جولات ولا تروا تروا ولا كات ماتش ما يبداو في الكومبيتيسيون معناها كومبيتيتيف تلقى في صالحك انت معناها خير ما يجيك جوار خارج معناها من رمضان وزيد خارج من بريباراسيون وناقص معناها مونك دو كومبيتيسيون معناها اوفيسيال معناها ما يلعبلكش معناها يتقلق نتقلقوا كي تعرف ان شاء الله الكوتي هذا لو بوان هذا نعرفوا كيفاش ناخذوه كيفاش نلعبوا به ضد المنتخب الليبيري معناها وبالنسبه لتصفيه كاس العالم حاتم صعيب ان نكونوا تيت دو ليست خاصه بعد فوز المنتخب المصري ضد منتخب تنزانيا 2 بلاش صعبت الامور شويه ما نفس القرار واحنا يمكن تدوليست لا تو ما كاينش صعبت انا راه بالعكس يمكن ولا ما ثم اللي قال لي 5 برومي مش هو اقوى منتخبات معناها مستقى منتخبات اخرين لازم تتيع مع عموما معناها في البول ولكن مش تدوليست معناها اللي انت معناها سلكتها معناها مستقى اللي كيبات الاخرين ضعف جاي معك لازم تكون تدوليست تتيع مع كيبات اخرين معناها بالعكس ما رايش معناها انا بالنسبه لي انا ما رايش ثم معناها لانه لاحظنا اهتمام كبير والناس تبع في مباراه المنتخب المصري كما يمكن يكونوا ايضا خام ما بين الخمسه الاوائل في افريقيا ولا انا يمكن خيرك معناها كي ما جيش تدوليست وتيح معناها المنتخب المصري يبدا معناها في الواحد وتيحوا معه هو في البول معناها منتخب عربي معناها ولا احنا معناها في التاريخ معناها المنتخب التونسي مرتين ترشح لكاس العالم لعبنا سيستم دو بول ما لعبناش معناها ستيل معناها تلعب سيستم دو بول معناها تلعب ماتش بعدين اليورو تور قلقنا كل ما لعبنا ماتش اليورو تور ما ترشحناش توا سيستم دو بول رينا معناها في سيستم دو بول حتى ولو مصر والسنغال معناها كي لعبنا جينا لوينا وترشحنا معناها ما غير حتى ديفيت ان شاء الله معناها كيف كيف في التصفيات هذيك كيف نفس نعاودوا نفس السيناريو ان شاء الله بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي هكا نسكروا قوس المنتخب ونرجعوا نحكيوا على البطوله اكثر كلام قاعد يتداول طوال الاسبوع هي فرضيات التتويج وفرضيات النزول في البطوله زميلنا حموده بن سليم وعماد الكيلاني حضرونا في الفيتير هذا كل الفرضيات بالنسبه للفريق اللي باش يتوج بالبطوله وايضا بالفرق اللي باش تغادر رابطه المحترفه الاولى فرشا زوج جولات فقط تفصلنا على نهاية بطولة هذا الموسم زوج جولات تخفي داخلها من سيتوج باللقب من سيكون ثالث المغادرين لقسم النخبة في أعلى الترتيب تتويج منحصر حسابيا بين الثلاثي النجم الساحلي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي وبدرجات متفاوتة الحظوظ الأوفر تبقى لصاحب طليعة الترتيب النجم الساحلي فمصير النجم بين أقدام لاعبيه بما أن الانتصار في الزوج جولات المتبقية تعني تتويجه باللقب أيضا 4 نقاط فقط تكفي النجم الساحلي للفوز بالبطولة مهما تكون نتائج نادي الصفاقسي والترجي الرياضي ب3 نقاط أيضا بإمكان النجم التتويج شريطة أن لا ينتصر نادي الصفاقسي في زوج مقابلات لا يتحصل على 6 نقاط
بنقطتين. كذلك بإمكان النجم التتويج على شرط لا يجمع كل من نادي صفاقسي والترجي الرياضي 6 نقاط في الزوج جولات المتبقية. بنقطة وحيدة أيضا بإمكان النجم الفوز بالبطولة على شرط لا يتحصل CSS على أكثر من 3 نقاط. الترجي لا يتحصل أيضا على أكثر من 4 نقاط في الزوج جولات المتبقية. وحتى بصفر من النقاط النجم بإمكانه الفوز باللقب على شرط ألا يفوز CSS في الزوج مقابلات المتبقية. أيضاً ألا يجمع الترجي الرياضي أكثر من 3 نقاط فيما تبقى من عمر البطولة. النادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية بإمكانه أيضاً الفوز باللقب على شرط أن ينتصر في الزوج لقاءات المتبقية ضد ترجي جرجيس مستقبل القصرين، وما يتحصلش النجم الساحلي على أكثر من 3 نقاط أمام كل من قوافي قفصة ومستقبل المرسى. ب4 نقاط CSS أيضا بإمكانه التتويج على شرط ألا يجمع النجم الساحلي أكثر من نقطة في الزوز لقاءات المتبقية مع عدم انتصار ترجي في الزوز لقاءات معا، أي عدم جمعه ل6 نقاط. ب3 نقاط كذلك بإمكان النادي الصفاقسي الفوز بالبطولة على شرط أن ينهزم النجم في الزوج لقاءات المتبقية، والترجي الرياضي ما يتحصلش على أكثر من 3 نقاط ضد كل من ملعب الجارسي وقوافي قفصة معا. زوج حالات تمكن أيضا الترجي الرياضي من الفوز باللقب الانتصار أمام كل من ملعب الجارسي وقوافي قفصة على شرط أن النجم ما ينتصرش في الزوج مقابلات المتبقية لا يجمع أكثر من نقطتين، وعلى شرط أيضا ألا يتحصل CSS على أكثر من 4 نقاط. ب4 نقاط يمكن للترجي التتويج باللقب شريطة أن يخسر النجم الساحلي الزوز لقاءات المتبقية، والنادي الصفاقسي ما يتحصلش على أكثر من 3 نقاط أمام كل من ترجي جرجيس ومستقبل القصرين معا. في أسفل الترتيب بعد مغادرة كل من مستقبل القصرين والملعب التونسي لقسم النخبة، حسابيا 7 فرق لا تزال مهددة: مستقبل المرسى، نادي حمنوم، الملعب الجيبسي، شبيبة القيروان، ترجي جرجيس، اتحاد بن قردان، قوافي القفصة. مستقبل مرسى في حاجة إلى نقطة واحدة، وفي صورة انهزام أحد الفرق اللي سبق ذكرها يضمن مستقبل مرسى بقاؤه حتى في صورة هزيمته في الزوج لقاءات المتبقية. نادي حملنف في حاجة إلى انتصار أو زوج تعادلات، وفي صورة انهزام أحد الفرق المهددة يضمن بقاؤه مهما تكون بقية نتائجه. الملعب الجيبسي في حاجة إلى 3 نقاط لضمان بقاؤه، أو أن ترجي جرجيس، اتحاد بن قردان وقوافي القفصة ما يفوزوش في حتى مقابلة. شبيبة القيروان زوز انتصارات، انتصار وتعادل أو زوز تعادلات يضمن لها البقاء على شرط عدم انتصار كل من ترجي جرجيس، اتحاد بن قردان وقوافي القفصة في الزوز لقاءات المتبقية. ترجي جرجيس، اتحاد بن قردان، قوافي القفصة لضمان البقاء يلزم كل منهم ينتصر في زوج لقاءات المتبقية مع انتظار عثرة شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي، نادي حملنف أو مستقبل مرسى. فرضيات عديدة مجدي في التتويج والنزول، هذه حاجة إيجابية يظهر لي في بطولتنا الموسم هذا. إيجابية سيفري، ولكن تشوف الفارق بين 3 فرق الأوائل وبين الفرق أخرين فارق كبير، وهذا فارق إيجابية على الأقل في التسويق. إيجابية في التسويق، نمشي معاك اللي كونها إيجابية في التسويق صحيح، ولكن في النيفو نتاع البطولة نتاعنا يعني فارق كبير برشا، يعني يدل اللي البطولة نتاعنا ماهيش في أحسن حالاتها. حاتم، صراحة هل توجه نحو برشا ملاعبية من برا اعتراف ذبني بانه بطولتنا ولا تعاجز عن انها تخرج لنا ملاعبيه ينفعوا المنتخب الوطني التونسي؟ لا ولا ليه، بالعكس يا اخي، كي ترى ليكيب ناسيونال معناها ستار بستار، يمكن معناها النومبر مش كبير برشا، معناها ليكسباتري لوكو كيما قال مجدي، معناها الكونك بتعرف الماتشات، معناها ما ترى في ساعه ساعات يلعبوا معناها 3-4 ماتشات في ثقه فيهم، معناها ريتم، معناها فوليوم دو جو بي، اونتونسيتي بي، وكاليتي جو بي، سورتو حتى اللي تيران، معناها اللي تيران ما عندكش اللي تيران باش يخليوك تلعب كوره، احنا ساعه ساعه لديه شبير المنتخب ما يلعبش لاتاك بلاسيه، شبير المنتخب ما يدورش كوره، ما عندكش جوالات باش يلعبوا اللعبه هذاك. لا متكون في تيرانيه، احنا في تيران في اللي جو، لا يعرف سي محمود، احنا في الصاد التيران تقسم على العرب
كاتيجوري في الارض كيفاش تحبوا في سيرفاس تاع 10 متر يلعب هو ليكتور تكون عنده ليكتور لا اون بول ليكتور دو جو انت ديما في جو دوي يقعد يلعب لك الجوار كيف كيف السينيور معناها مش تدخل لك بعض في السينيور تدخل برشا حسابات التيران خايب ينقص الكاليتي دو جو اكثر اكثر معناها دي ديال هذاك علاش النيفو يتيح معناها في الكور سي محمود نحبوه كمان التشويق رغم انه فارق صحيح بعيد ما بين اللي يلعبوا على البطوله ويلعبوا على تفادي النزول لكن تشويق مهم في بطوله صحيح وفرضيات عديده برشا تبارك الله مشكور حمود لازم واحد ما يجمش باش ما يجمش ولا خلوهم يعطيهم صحه لخيان معناتها عداونا في تيار مليان فيه كل شيء تبقى معناتها فما فرق شو نقول انا فما فرق اللي عندها ضغط اقل من غيرها فما فرق مضغوط عليها يلزمها باش تجيب 6 نقاط وفما فرق بزوز نقاط معناتها تنجم تقعد في الرابطه المحترفه الاولى كيف كيف بالنسبه للي يلعب على التتويج هو فريق بركه باش يغادر باش يتحق بالملعب التونسي ومستقبل الجزائريين لكن شوف قداش من فريق مازالوا معنيين هذه تشويق كبير تشويق كبير لكن قاعده حاجه الناس كل نتكلموا عليها ويلزمنا احنا كعد رياضي ما نجموش نسكتوا عليها هو معناتها اللي راهو فما مقابلة اللي ماهيش باش تلعب وانت بيدك أكدت عليها في بداية واللي هي زادة باش تكون الثانية بالزون الثانية بالنسبة للملعب التونسي لكن زادة فما فرق أخرى والله أعلم شنو باش ينجر عليها زادة ومن هنا لهاك الوقت تشوف شنو هو اللي باش ينجر عليها خاطر فما فرق الملعب التونسي انتصر عليها ما خذتش نقاط فما فرق بتلعب تويكا من أجل تفادي النزول وما خذتش 3 نقاط من عند الملعب التونسي خاطر الملعب التونسي هو اللي انتصر توا باش يزيد ربما تجي ان دوزيام سانكسيون اللي المنافس نتاع اللي ما خذاش نقاط من عند الملعب التونسي باش يزيد ياخذ 3 نقاط اخرين معناتها هذا هو فرضيه هذه واحد يلزم سامحني سي محمود راي القانون يقول معناها يبدا الكيب تو تلعبش في الالي وقت اللي بوان اللي خذاو واضح واضح في الروتور معناها ما فماش مشكله ما فماش مشكله تاع دي بوان لكن ديما مازالوا 3 مقابلات ولو قانون يقول لك لا سي محمود يحكي على كيف الفرص واحد يلعب مباراه باش يفوز فيها بثلاث نقاط والاخر ما يلعبش نعرفوا القانون اللي في الالي بعد ينحيوا لك الواحد الكل لكن زادا راهو عندها قيمه كبيره وانا ماهوش لوم راهو ماهوش لوم للملعب التونسي ما هذاك خذاوه لكن انا نغزر زادا للوعم تاع الجمعيه ذو قرار ومتسبسين به ونعاودوا نذكر مشاهدينا انه السيد غازي بن تونس رئيس الملعب التونسي اتصل بنا واكد انه الملعب التونسي ماهوش باش يجري مباراته ضد اتحاد بن قردان اذا كان في كره القدم رجال مازلنا ما عرفناش شكون البطل فانه في كره القدم النسائيه تعرفنا على بطل تونس مشاهدوه معنا في التقرير هذا صاحب زميلي فراس بن سعد نادي تونس الجوية يتعادل مع نادي بنك الإسكان 0-0 نقطة خلت فتيات تونس الجوية يحرزوا لقب بطولة تونس الكبريات للمرة الثانية في تاريخه وتتويج يأتي بعد تألق زميلات رشاد ديابي في مرحلة البلايوف بأربع انتصارات وتعادل جعلوا الفريق يضمن لقب البطولة للسنة الثانية على التوالي قبل جولة من نهاية السباق مش بسهل بدينا لما حالة باركور من الأول خايب شوية والحمد لله كي ترشحنا البلاي اوف معناتها صلحنا الحاجات اللي لازم تصلحوا والحمد لله معناتها خدمتنا ما مشاتش هكاك الحمد لله زينا شامبيون على سيزون صعيبه تعدت لنا صعيبه ياسر باش نقول كاو باركور باهي عدينا سورتو في البلاي اوف سون ديفيت البطوله باش تكون حافز لنادي تونس الجويه من اجل احراز الثنائي بما انهم تاهلوا لنهائي كاس تونس وين باش يواجهوا الجمعيه النسائيه بالساحل في اعاده لسيناريو الموسم الماضي مازلنا عندنا هرب علينا الثنائي الموسم الفارط نسعى ان الموسم هذا باش نكون على منصه التتويج ولا مالين ويكون معناتها الثنائي على عن جدار بقدره الله عايش ان شاء الله الفينال كوب نهزو دوبلي تونسيان تعيش
نادي تونس الجوية تتويجه بالبطولة الموسم الثاني على التوالي، عندك تروادي في المباراة. مجدي مجدي مازال يحكي مع حاتم، مازال يحب يحكي على مباراة المنتخب الوطني التونسي. ساعة ودرج مجدي، عدينا في المباراة ضد جيبوتي، ساعة ودرج مازال يحب يحكي، يحب يحكي يستغل في تواجد حاتم إلا معنا. لا معنا بالحق كي نحكيو كورة، نلقاو فرصة على الأقل أن نحكيو كورة ونتوسعوا في الحديث عن الكورة. نورمالمون كل مباريات نحكيو عليهم هكا، لكن الله غالب قاعدين نشوفوا في برشا حاجات إلا الكورة في بطولتنا. نكملوا مع دورة الصداقة اللي نظمتها تلزا الوطنية احتفالا بخمسينيتها، دورة كانوا فازوا بها زملائنا في الجنوبية. شوفوا أجواء الدورة كيفاش انتهت، كيفاش كان الاختتام تاعها مع زميلي فارس بن سعد. في أجواء احتفالية دار عشيد الخميس الدور النهائي لدورة كرة القدم اللي نظمتها التلفزة التونسية بمناسبة خمسينيتها، نهائي تمكن خلاله فريق قناة الجنوبية من أحرز اللقب بعد فوزه على فريق الوطنية الأولى 4-3 في مباراة تميزت بالتشويق وخاصة بالروح الرياضية. ماتش باهي تعدى، ماتش للإكيب ناسيونال وتونس واحد قاعدة تكور في كورة باهية، متفاهمين هما برشا، عندهم برشا من يلعبوا سبورت رافاي واحد مع بعضهم. الحمد لله معناها كورنا وظالي كورنا وربحنا عن جدارة، انتصار مستحق. أمير كنت هدف الفينال 3 بوينت، ولكن ما صعبكمش الحظ باش تهزوا التورنوا هذا. صحيح هدف ما عملنا بها شيء، هدف الله غالب ما ربحناش اليوم، ما هزناش التورنوا تاع الخمسينية، ما يمكن ربحنا برشا عباد وعرفنا برشا عباد، وفي الآخر الروح الرياضية هي اللي فازت. يقعد من احسن التورنوا معناها اللي عملتهم التلافز في تونس، ان شاء الله يتعاود معناها العام الجاي واللي بعده، ما يقعدش مربوط بمناسبات. الاهم من نتيجه هو نجاح الدوره على مستوى التنظيم وايضا على مستوى تحقيق الاهداف، وهي التعارف بين ابناء المؤسسات الاعلاميه المشاركه ولم شمل عائله التلفزه التونسيه من خلال حضور وتكريم المتقاعدين. نهنيوا الفريق الفائز اللي هو الفريق القناه الجنوبيه. للاسف الشديد كنا نأمل انه فريقنا وصل للنهائي، الحمد لله رب العالمين. هذه الغايه منها مش الربح، غايه ان احنا اسسنا الدوره ان شاء الله كل عام تتعاود برياده التلفزه التونسيه لتقدمها رائده في المجالات الكل. هذا زاد مجال اخر وتحدي اخر تكسب التلفزه التونسيه، لانها نجحت في لم جمع الاسره التعليميه والتثقيفيه والاعلاميه تحديدا. هذا الهدف نتاعنا احنا اليوم، كيف نشوفوا ناس فرحانه هكا واللمه نتاع اليوم، ناس من ديريكتوريتي خرجوا 10 سنين و 15 سنتين اليوم موجودين، سي الباجي سانسا، سي عبد الجبار البحوري، سي جمعة مندويرو، وسي حبيب العجيمي اللي زلت خرج زاد وجبناه، سي رضا عبد الغفار، سي المنجي ساسي، معناها باش ما ننساش الناس الكل جاوا مرحبا بهم وشرفونا الناس الكل. والحمد لله كما تشوفوا اللهم صل على النبي، معناها جاوا ممتاز للغايه، وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. دوره ناجحه بكل المقاييس، والاكيد انها ستفتح الابواب امام تنظيم تظاهرات اخرى في المستقبل. مبروك لزملائنا في قناة الجنوبية تتويجهم بهذه الدورة، شكرا كبير لكل حايلو هم برجورات ملعبوش. سليم جديدي كان حاضر في المباراة وبالحق كانت عنده مباراة. سليم جديدي لعب مع الجنوبية، هو لبس ريك الوطنية ملعب مع الجنوبية. تحية لزميلنا سليم الجديدي، قلت شكرا كبير لكل زملائنا العالميين اللي شاركوا في الدورة هذه، وأيضا لكل الوجوه الرياضية اللي حضرت في المباراة النهائية وشاركت التلفزة الوطنية احتفالاتها بخمسينيات إن شاء الله كل عام، والتلفزة الوطنية بألف خير. قبل ما ننهيو حصتنا خليني حاتم خليل كلمة الختام. مشكور على الاستضافة، وإن شاء الله المنتخب التونسي نعمل مباراة باهية ضد منتخب الليبيري. رينيا ما نلعبنا ضده، رينيا المنتخب الليبيري نعرفوا لي بوان فور لي بوان فيبل نتاعو، منتخب مش سهل. أنا يعرف كيفاش يلعب كورة قوية في الدويل، إن شاء الله بقدر ربي نترشحوا ونفوزوا عليه ونترشحوا، تعرف الرياضية نتاع النيل تنجم تعدينا، لكن احنا لازمناش نخمموا في النيل، معناها لازمنا الفيكتوار ما نخليوش روحنا في السيربريز، إن شاء الله بقدر ربي إن شاء الله المنتخب يترشح، والمهم هو ضد إن شاء الله كأس العالم ترشح نتاعنا لكأس العالم. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا متواجدين في كأس العالم، عندنا مديدة على كأس العالم، إن شاء الله نرجعوا ونكونوا متواجدين فيها. مجدي
نهاية الأسبوع القادم جوج جولات في البطولة الوطنية، خميس وأحد جوج جولات باش يكونوا حاسمين باش يحدوا مصير موسم كامل. أكيد في الأخر باش يكون فما فريق فائز بالبطولة، فريق آخر باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى، لكن جولة باش تكون وزوج جولات باش يكونوا سخان. إن شاء الله يتعداوا على خير، هذا واحد يقول إن شاء الله البطولة تكمل على خير، كسوا اللي باش يفوز بالبطولة ولا الفريق اللي باش يكمل يعني ينزل مع زوج فرق اللي نعرفوهم. دونك ان شاء الله يتحلوا بالروح الرياضيه، ان شاء الله المسؤولين هنا عندهم دور كبير برشا، والجماهير كيف كيف باش يخليوا يعني نهايه الموسم تكون من غير مشاكل، تكون نهايه موسم يعني فيها برشا روح رياضيه، وان شاء الله الفريق في اعلى الترتيب اللي باش يستحق باش يفوز بالبطوله مبروك عليه، والفريق اللي كيف كيف يستحق باش ينزل لازم يخدم اكثر باش يعاود يرجع للنخبه، وان شاء الله موسم رياضي متميز للناس الكل ان شاء الله. حاتم، مباشره بعد مباراه جيبوتي سمعت لك تصريح في الاذاعه الوطنيه كانك نسيت المباراه وتحكي ان شاء الله نكملوا البطوله لاباس ان شاء الله زوج جولات، كانكم حتى انتم كاطار فني للمنتخب في اذهانكم الشيء اللي قاعد يصير في بطولتكم. الاول واحد قوسها بنفسه معناها الكيب نتاعي ملعب تونسي معناها يعرف سي محمود، احنا معناها جولات تكوننا فيها وعيشوا فيها انا ود باردو، معناها شيء يحزن معناها يوصل الملعب التونسي معناها لعبة تفكر هكاك ولا يوصل في السيتياسيون هذيا معناها شيء ما يفرحش، معناها كل واحد عنده تفكير وكل واحد عنده واحد ولو معناها دخل في مرحله معناها ان شاء الله معناها يعرف كيفاش يخرج منه الملعب التونسي، تعرف عنده تاريخ ولا الناس العباد معناها البشر يجي يفسخ التاريخ ماذا بيا يفسخ روح البشر ويخلي الملعب التونسي على سيره، معناها خاطر الملعب التونسي اكثر اكبر من المسامي اللي تعداوا عليه اللي يسيروا فيه توا معناها دخلوا في حاجه اللي ان شاء الله يعرف كيفاش يخرج منها، معناها سي معناها كيما قلنا محمد علي تعرف الكاليتي جوار لازمك تلقاهم معناها موجودين في الشامبيونات نتاعنا، مش تقتل فيها كلمات برشا ومشاكل برشا، الحمد لله معناها الحكايه هذيا ما لقيناهاش معناها في المنتخب ما بيناتهم جولات كيما قال المجدي معناها ان شاء الله اللي يفوز وان شاء الله اللي يلعب مليح وان شاء الله اللي يفوز معناها هذاك نحطوه هو شامبيون، ما نقعدوش نقولوا لا الاربيتر ربحوا خاطر زفر له كذا، الاربيتر داخل اللعبه نساو الاربيتر ان شاء الله معناها التيران اللي هو الفيصل هو الفيصل سي محمود. خاصة توا خرج انفورماسيون توا حاتم قال اللي ربما خاطر احنا توا بصفة قطعية ما ناش عارفين اسكو مقابلات الكأس باش تتواصل بعد البطولة ولا بعد نهاية آخر مقابلة في البطولة باش نخليه، واستنسنا احنا استنسنا برشا استنسنا على خاطر الاشكال ديما ونمطوا فيها البطولة نمطوا حتى لين تولي الجمعيات طالب وسكور يلزم اللاعبين نتاعي ترتاح شوية باش نجم نعمل بريباراسيون. اسكو لانفورماسيون اوفيسيال توا اللي قلتها حاتم والا مازالوا قاعدين يدارسوا في الحكاية لخاطر عندها انعكاس ديريكت على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي بالنسبه للمقابله نتاع ليبيريا. صحيح هما مش اوفيسيال ما حسب عنا كي حكينا مع رئيس الجامعه معناها ومع الناخب معناها نورمالمون مشي يديكاليو مشويات الكوب يكملوا الشامبيونان ياخذوا راحه الناس الكل ويتاكيو مشويات الكوب هما اللي يبداو ديبي شامبيونان بالشامبيونان مش يتاكيو بالمشويات الكوب لانكارو ديمي فينال وفينال 90% ماشيين الحكايه هذه. اي صحيح ان شاء الله تكمل على خير كما قالوا الاخرين الكل، وان شاء الله نقص شويه من التصريحات اوروزمون اللي احنا البطوله مش تكمل في شهر رمضان وشهر هذا فضيل ان شاء الله الناس كل ترجع للواحد، لانه بصراحه اللي نسمعوا فيه في الفتره الاخيره شيء حشم، يعني الفريق اللي يخسر تولي الجامعه منظومه فساد، الفريق اللي يربح تولي الجامعه مثاليه، دونك ماذا بينا نبعدوا على التصريحات هذه، لان اعتقد انه في الوقت هذا وتاكيد من حاتم من ملاعبيه ريتو معنا لاعبين النجم ولا نادي الصفاقسي ولا الترجي ولا الافريقي ولا اي فرق كل يمشيوا للمنتخب اصحاب، معناه هذا سيني انه الملاعبيه راهو مخين اللي قاعدين يشعلوا في الامور في كره تونس هم المسؤولين مالوريزمون بالتصريحات كالعاده، ونفس الوقت الخاسر مظلوم ومنظومه فساد والرابح الدنيا كل طيبه والامور كلها هايله. ان شاء الله كما قلت انيس احنا توا في رمضان الناس الكل تصفي قلوبها قبل الناس الكل تبقى تونس ومصلحه تونس، لانه نشوفوا في بعض الاحيان الامور قاعده ديرابي شويه وتخرج عن المعقول كما قلت. ان شاء الله الاسبوع هذا باش يكون اسبوع حاسم، ان شاء الله تنتهي البطوله على خير، ان شاء الله تكون الفوز بالبطوله للاجدر اللي باش يغادر الرابطه المحترفه الاولى، ان شاء الله يكون له حظ اوفر وان شاء الله يرجع في اقرب وقت. بقى لي هكا باش نشكركم سي محمود مجدي انيس حاتم مشكور جدا على قبول استضافه جماهير الحاضرين معنا مره اخرى، رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف خير، دمتم الوطنيه الاولى، تصبحوا على خير.